بطل اللي ما مثل لكنه قدم شخصيته الحقيقية على شاشة السينما كريستيانو رونالدو، ومثل ما وعدناكم أمس راح تشوفوه كيف كان على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم رونالدو. معجبو ومشجعو كريستيانو من حول العالم كانوا بانتظاره، وحماسهم كان كبير للقائه. من الامارات انا جيت اليوم عشان اشوف رونالدو. I'm from Portugal. Ronaldo's the best player in the world and I love him. من مصر ويا رب اعرف اتصور معاه. I can't wait. I've been waiting for ages. من الجزائر. Sí, yo soy del Real Madrid. En Madrid somos muy del Madrid. ولما وصل رونالدو على ريد كاربت كان واضح جدا سعادته. مع انه متعود على الاضواء الا انه هالشي جديد عليه وكان عم يتم توجيهه. Commentary especially for my fans because they always with me in a good and in a bad moments so I think they deserve that. اما الفانز اللي استنوه لساعات قدر البعض منهم انه ياخذ سيلفي مع السي ار 7، حيث حاول كسر رقم جينيس لاكثر سيلفيز بثلاث دقائق، الرقم اللي حصل عليه دوين جونسون لكن ما قدر. لكن جينيس وورد ريكوردز حبوا يفاجئوه فأعطوه شهادات رسمية لكل الريكوردز اللي كسرها، منها أكثر فولورز على تويتر لرياضي وأكثر لايكس لشخص على فيسبوك بالعالم. عائلة كريستيانو تواجدت أيضا على ريد كاربت، وأكيد أمه وابنه كريستيانو جونيور كان التركيز عليهم أكثر، خاصة ابنه اللي عنده دور كبير بالفيلم. من أمه كريستيانو سانتوس. كريستيانو رونالدو سانتوس. ابنه لكريستيانو مشهور مثل والده، خاصة بعد الفيديوهات اللي بينشرها له وهو بيلعب، ويبدو انه عم يحضره ليكون خليفته بعالم كرة القدم. أما مخرج الفيلم أنتوني فونكا فعبر عن إعجابه باللايف ستايل للدون. Surprised actually about how much he wants to try to keep his world quite calm and serene around him whilst all this madness goes on. الحضور المميز كان لمدرب مانشستر يونايتد سابقاً سير أليكس فيرغسون، واللي كان بيعتبره رونالدو قبليه عندما كان بصفوف مانشستر. والمفاجأة كانت حضور مدربي ريال مدريد سابقاً خوسي مورينيو وكارلو أنشيلوتي اللي اصطحب بنته أيضاً. ومن الرياضيين أيضاً حضر اللاعب راداميل فالكاو وزوجته، واللاعب السابق لويس ساها، والملاكم السابق كارل فروتش. لكن الصدمة كانت عدم حضور أي أحد من فريقه ريال مدريد، الأمر اللي أثار الأسئلة، وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية أنه رونالدو مستاء بسبب هالأمر. لكن طبعاً كان مدير أعماله جورج مانديز بجانبه. الفيلم تسرب على الانترنت بعد ربع ساعة فقط من عرضه الأول، بعد ما صور بعض الموجودين الفيلم بالموبايلز ونشروها. كل هذا أكيد